المتزوجون حديثا والمواليد الجدد لن تصرف لهم بطاقات تموين، فالدعم التمويني سيبقى مقتصرا على حاملي البطاقات القديمة، قرار تنوي الحكومة تنفيذه، والهدف هو الحد من الزيادة السكانية. من لديه سيارة حديثة بالتأكيد قد لا يستحق الدعم، من يكون لديه استخدام كهرباء كبير، فاتورة الكهرباء بتاتي أكثر من 1000 جنيه قد لا يستحق، من يدفع استحقاقات ضريبية عدة آلاف بالتأكيد لا يستحق، من يدفع استحقاق تأميني رقم كبير قد لا يستحق، وبالتالي لدينا عدد من المؤشرات اللي ممكن أن تعتمد عليها وزارة التموين، وأتصور أنه هذه الأمور موجودة في إطار شبكة المعلومات. نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم التمويني في مصر، حيث يحصل كل مواطن مسجل في نظام البطاقة على 50 جنيها تنفق لاختياره عدد من السلع كالأرز والسكر والخبز وبعض السلع الأخرى. لكن قرار مواجهة الزيادة السكانية بإلغاء الدعم التمويني من وجهة نظر البعض لن يكون حلاً وحيداً للأزمة. الحوافز الإيجابية هي أحسن من الحوافز السلبية، يعني زي ما قلنا كده إيه؟ إن أنا مش أقول إن أنا هحرم، على قد ما أنا أقول أنا هساعدك أكتر. من ضمن الأفكار إن إحنا نقول والله إن الست اللي هتطلع المعاش ومش هتجيب إلا طفلين دي فوق المعاش هتاخد مكافأة أكبر، أو نقول إن الأسرة اللي هتلتزم وهتجيب بس طفلين والطفلين يكونوا في التعليم هي دي الأسرة اللي الدولة هتساعدها أكتر، قد تكون إن هي تاخد نقط أكتر في التموين. خلال 10 سنوات الأخيرة ووفق إحصاءات رسمية زاد معدل السكان بنحو 20 مليون نسمة، وهي نسبة تراها الحكومة كبيرة مقارنة بالنمو الاقتصادي الحالي. رفع الدولة يدها عن دعم المواليد الجدد وحديثي الزواج قرار اعتبره كثيرون ليس حلاً كافياً لمواجهة أزمة الزيادة السكانية في ظل عدم قدرة فئات عديدة على تحمل الالتزامات الاقتصادية وحصول غير المستحقين على هذا الدعم. آية رادس، كينوز عربية، القاهرة.